أهلا مشاهدي الكرام، مشاهدي أنفاس بريس. أعلن مؤخرا عن مقتل عدنان أبو وليد الصحراوي، هو أحد قادة داعش في منطقة الصحراء وله ارتباط أيضا بجبهة البوليساريو. أعلن ذلك الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون هذه تقريبا واحد اليومين. فلمناقشة هذه الأمور، من هو هذا الشخص الذي تم تصفيته؟ ما هي ارتباطاته التنظيمي بداعش؟ أيضا ما هي ارتباطاته بجبهة البوليساريو؟ معنا الدكتور محمد الطيار، الخبير الأمني والاستراتيجي وأيضا الباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ طيار. مرحبا. مرحبا أستاذ. أستاذ الطيار، أنت دكتور حاصل على الدكتوراه في موضوع المعضلة الأمنية في منطقة الساحل الأفريقي ومخاطرها على الأمن القومي المغربي. بطبيعة الحال عندك مجموعة من المقالات ومجموعة من الدراسات التي نشرت في كبريات المجلات وأيضا تمت مناقشتها في العديد من اللقاءات والمؤتمرات. أولا نريد منك تعليقا حول خبر تصفية هذا عدنان أبو وليد الصحراوي الذي أعلن عنه مؤخرا من قبل فرنسا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لأن هذا الإعلان أولا جاء يعني عن طريق الرئيس الفرنسي بنفسه من خلال تغريدة على حسابه تويتر، والإعلان الرئيس يبين أن الأمر، أظن أن الأمر له قدر من الجدية باعتبار أنه حصلت بعض الحالات، حيث أن سنة 2018 قامت وزيرة الدفاع آنذاك الفرنسية وأعلنت أمام البرلمان الفرنسي عن مقتل محمد كوفا زعيم تنظيم مسينا، وهو من التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل ويتبع حاليا منضوي تحت لواء تنظيم نصرة الإسلام والمسلمين. وبعد ذلك تأكد بأن هذا الخبر الذي أعلنته وزيرة الدفاع هو خبر غير صحيح، لأنه بعد ذلك محمد كوفا ظهر في فيديو في شريط واستهزأ من هذا الإعلان الفرنسي. الآن هنا المسألة هنا تتعلق بالرئيس الفرنسي بنفسه. إلى حدود الآن لم نتوصل بعد يعني بتأكيد من تنظيم داعش عن مقتل قيادي أو زعيمه، كما هو الحال بالنسبة للقاعدة. أن القاعدة لما يتم الإعلان عن قتل أحد زعمائها يا إما بعد ذلك تنفي أو تؤكد هذا الأمر. إلى حدود الآن لم نتوصل بعد بتأكيدات من الطرف الآخر، لأنه مثلا نفي مقتل محمد كوفا كان عن طريق وسائل الإعلام التابعة لتنظيم القاعدة في منطقة الساحل الإفريقي، وكذلك هو نفى الأمر بنفسه. لذلك نحن ولكن نعم بالنسبة لبغينا أول سؤال أيضا باش ندخل في الموضوع مباشرة، هو شكون هو عدنان أبو وليد الصحراوي؟ عدنان أبو وليد الصحراوي ينتمي إلى الصحراء المغربية، وينتمي إلى إحدى كبريات قبائل الصحراء، يعني رأى النور في الصحراء، حق ازداد بمدينة العيون. وينتمي إلى أسرة محترمة معروف لها بأسرة يعني من الأسر الكبيرة في المنطقة، وأسرة كذلك اللي يعني منخرطة في الدفاع عن الوحدة الترابية الوطنية، وقد التحق بمخيمة تندوف وهو صغير السن. نعم صغير السن، يسمى هو الاسم حقيقي، اسمه الحقيقي هو الحبيب ولد عبدي ولد سعيد ولد البشير الإدريسي، وليس الحبيب ولد علي ولد سعيد كما يتم تداوله على مستوى بعض المنابر او بعض يعني بعض المتتبعين، لان ولد علي ولد علي هو عمه وليس والده، والده هو عبدي ولد سعيد ولد البشير،
ليس معالي يعني هو تزاد في العيون ولما بلغ 12 سنة مشى المخيمات فبعد ذلك سوف يلتحق يعني بالتعليم تحت إشراف طبعا. يعني الفترة اللي التحق فيها ما الذي أغراه لكي يلتحق بالمخيمات؟ واش كان واحد الموجة ديال الفكر معين؟ لا تنسى أو لا عنده شي جينات بين قوسين ديال التطرف ولا كيف؟ لا لا لم يكن لا هو تعرف بأن من طبيعة الصحراء التطرف بعيد عنهم. نعم. الصحراء تطرف بعيد عنهم. لا تطرف في الدين لا في غيره فالمذهب المالكي يعني بطريقة يعني معتدلة. نعم. ولكن المشكل اللي وقع هو أنه فترة يعني بعد فترة السبعينات التي عرفت افتعال مشكل الصحراء تم خطف العديد من الأسر ومن الأفراد ومن النساء من مناطق طنطان، البويرات، أسا، سمارة، المحبس، عدة مناطق من قبل جبهة بوليزاريو. لا من قبل الجزائر، الجزائر هي التي كانت تشرف على العملية وهي التي كانت تقوم بشحن المختطفين فوق يعني في شاحنات جزائرية. فأسست مخيمات سمتها بمخيمات اللاجئين وهي فيها فقط محتجزين. ففي البداية تبنت البوليزاريو المذهب الشيوعي حدافري. فوقعت خلخلة في هذا الفئة من الصحراويين يعني خلخلة كبيرة جدا على مستوى القيم على مستوى الأعراف على مستوى احترام المسن الكبير في العائلة إلى غير ذلك. وقعت واحد الشرخ وقع في المنظومة التربوية والاجتماعية الأخلاقية لأنه فكر شيوعي بعيد كل البعد عن 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 تقاليد وعن قيم وعن تاريخ يعني الصحراويين وعن المغاربة ككل. في هذه الفترة هذه كذلك بالنسبة للحبيب ولد عبيدي يعني المعروف بعدنا الصحراوي التحق طبعا بالمدارس الجزائرية وبالجامعة الجزائرية واختلط لأن أنا ذاك اختلط خاصة في فترة التسعينات التي عرفت الجزائر فيها المد السلفي ظهور الحركة السلفية في الجزائر. في نفس الوقت كان معهد كانت كذلك المد السلفي انتشر كذلك في موريتانيا وكان المعهد السعودي في الواكشوب إلى حدود سنة 2003 كان يدرس أفكار المتعلقة بالفكر السلفي إلى غير ذلك. فتأثر الكثير من الشباب بهذا الفكر في الوقت اللي كاين هناك نوع من ضياع على المستوى العقيدة داخل المخيمات لدرجة أنه كانت مشكل إقامة الصلاة إلى غير ذلك كانت مشكل في البداية. فتأثر بهذا في نفس الوقت كان يدرس بالجامعة كان يدرس علم الاجتماع وحصل على الإجازة في الجامعة الجزائرية وتأثر بالفكر السلفي كالعديد من شباب المخيمات. وهذه المسألة هذه كان تحدث عنها الرئيس يعني رئيس بوليزاريو الراحل محمد عبد العزيز تقريبا سنة 2005 في لقاء مع احدى الجرائد الجزائرية اظن ليكسبريسيون تحدث قال بانه المخيمات تندوف تعريف انتشار فكر التطرف يعني تحدث بهذا الشكل هذا يعني بصراحه. وهو ايضا ما تناقلته عدد من وسائل الاعلام طبعاً ديال الجبهه طبعا وسائل الاعلام كتكلم على خلايا كتكلم على فكر بالعكس على يعني على حركات بين قوسين العصية او يعني الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بين قوسين هذه الامور كلها كانت في المخيمات نتيجه هذا الفكر السلفي طبعا لا المتطرف الفكر السلفي لان طبعا الحل المتطرف لان فكر مثلا انتشر الفكر اضافه انه الاغلبيه العمليات الإرهابية التي استهدفت مثلا موريتانيا تحت لواء القاعدة كان عادة يتم الإلقاء على أفراد عناصر بعد تبين بأنهم ينتمون إلى مخيمات تندوف
موناكو سواء كانت في القضيه الهجوم على المغيطي او غير ذلك التي استهدفت الجيش الموريتاني. يعني ممكن نقول بانه هذا الفكر السلفي المتطرف اللي تشربوه في الجزائر ملي يرجعوا للمخيمات هذا لقى واحد التربه خصبه ايضا لممارسه هذا السلوك المتطرف من خلال التحاق بتنظيمات ارهابيه. لان البوليزاريو في البدايه هي التي اسست لانه لم تحافظ على الاسلام وعلى التدين الذي كان سائدا في الصحراء الذي يمتاز ب يعني التسامح الى غير ذلك احترام فبنت ايديولوجيتها على 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 افكار شيوعيه على التوجه الشيوعي في البدايه التوجه الشيوعي اشتراكي. نعم هذا بالنسبه لبعض الناس الصحراوي يعني كغيره من عدد من الشباب مخيمات وفي حقيقة الأمر ضحية لواقع يعود إلى يوم قامت فيه الجزائر باختطاف العديد من الصحراويين من بوادي الصحراء وزجت بهم واحتجزتهم في هذه المخيمات وجعلتهم عرضة للضياع. بالنسبة أيضا إلى ما نعرفه نمشوا مع هذا انتقل إلى داعش طيب الحال كان عنده واحد المسار مليء بالدم مليء بالقتل مليء بالاغتيالات وقام بعدد من العمليات في هذا الصدد هذا يعني كيف هذا السيد هذا وحنا ما كنتكلموش على هذا الشخص ولكن كمنظومه اللي لقات تربه خصبه في المخيمات منذ تاسيس الجماعه الجزائريه الجماعه السلفيه ما يعرف بالجماعه السلفيه للدعوه والقتال التي تم تاسيسها طبعا من الامن العسكري الجزائري لأن مؤسسها حسن الطاب اللي هو عسكري الآن هو حر طليق في الجزائر. نعم. يعني تم تمتيعه منذ سنة 2007 يعني بالحرية الكاملة استفاد من ما سمي بقانون المصالحة الوطنية مع كذلك عبد الرزاق البارا اللي اختطف تقريبا 34 سائح أوروبي سنة 2003 وهو عسكري كذلك جزائري هو الآن كذلك لم يحاكم وهو حر طليق في الجزائر. المخابرات العسكرية هي التي أسست التنظيم وزجت بالعديد من شباب مخيمات البوليزاريو في التنظيم هذا تنظيم الجماعات السلفية للدعوة والقتال لدرجة أنه العملية الأولى يعني عملية الاختطافات اللي عرفتها تورط فيها العديد من العناصر المخيمه تندوف منهم مثلا ما يعرف بابو يعني عمر الصحراوي. نعم. التي تم اعتقاله وتم في موريتانيا وتم تبادله مع 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 رعايا اسبان قبل ظهور يعني ظهور ابي عدنان الصحراوي يعني قبل ظهور بفتره يعني بعد 2007 لما يعني تم تاسيس يعني تغيير الاسم من جامعة السلفية للدعوة والقتال إلى 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 القاعدة في المغرب الإسلامي ياك تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي التحق كذلك العديد من مخيمات تندوف هذا التنظيم الذي أصبح له إمارة في الصحراء في صحراء مالي ينتمي إليها العديد من عناصر البوليزاريو وينتمي إليها العديد من عناصر الموريتانيين تحت قيادة جزائريين اللي هما تابعين للأمن العسكري الجزائري وينشطون تحت غطاء القاعدة تحت يعني بكتائب وسرايا إلى غير ذلك. نعم. فهذا التحق أبي عدنان بهذه الإمارة إمارة القاعدة وبرز خاصة بعد ذلك كأحد زعماء التنظيم التي تم الإعلان عن تأسيسه سنة 2011 بعد اختطاف يعني الإسبار من مخيمة تندوف جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا كان أحد زعمائها بعد ذلك يعني برز كذلك في لما تم توحيد تنظيم يعني برز بعد 2012 في محاولة الاستيلاء على العاصمة باماكو لما زحفت جماعة أنصار الدين و يعني عمارة الصحراء القاعدة وجماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا نحو باماكو قبل أن تتدخل فرنسا وتوقفها
ظهر كزعماء تنظيم المرابطين الذي هو حصل لتوحيد كتيبة الملثمين التي كان يرأسها مختار بن مختار الجزائري، وهو كذلك أحد عملاء الأمن العسكري الجزائري الذي تم تجنيده منذ البداية، إنه أهم نشطاء الجماعات الإسلامية بالجزائر، يا إما يكون عسكري وإما أحيانا أغلب الأحيان يكون من العرب الأفغان. مختار بن مختار أمضى تقريبا حوالي سنة بأفغانستان، فتم تجنيده مباشرة لما دخل الجزائر وإلقاء القبض عليه، فتم تجنيده وإرساله إلى منطقة 2003 إلى 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 صحراء مالي. نعم. إذا قلنا بالنسبة لهاد التنظيمات اللي مر منها هذا عدنان أبو وليد الصحراوي، يعني شنو السبب اللي كيجعلوه ينتقل من هذا التنظيم لهذا التنظيم؟ واش هو حب الزعامة أم حب السيطرة أم ماذا؟ هو عند هذه الفكرة هذا. هو كان لما يعني أصبح في فترة معينة أصبح يتزعم تنظيم المرابطون اللي هو اللي توحد، هو وحدة ما بين حركة توحيد والجهاد في غرب إفريقيا وكتيبة الملثم والمختار مختار بن مختار. نعم. ودخل على حسب بعض التقارير الصحفي دخل في صراع على الزعامة ما بينه وبين مختار بن مختار الجزائري، فانشق وأعلن سنة 2015 مبايعته لداعش لما ظهرت داعش. نعم. في المشرق انشق عن القاعدة وعن فكر القاعدة وانضم إلى داعش وأعلن بيعته لداعش، أعلن بيعته لداعش، فأعلن عن تأسيس تنظيم داعش يعني في الصحراء الكبرى في المثلث الحدودي منطقة مانغا، المثلث الحدودي التي مثلث الذي يجمع مالي والنيجر وبوركينا فاسو. وطبعا التنظيم الأم داعش في العراق اعترف به، حتى انه قد تطرق الى 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 الى, إلى تطرق هذا يعني التنظيم داعش بالصحراء الكبرى، تناوله البغدادي في اخر تقريبا الخطابيه ولا في اخر يعني احد اللقاءات التي في الشريط، تطرق الى التنظيم الفرع في الصحراء الكبرى. ايضا كسؤال اخير، نتكلموا شنو هو التاثير ديال هذه التصفيه الجسديه ديال هذه القياده في داعش على التنظيم في منطقه الساحل؟ واش ممكن نقول بانه غندخلوا مرحله اخرى ام سيبرز زعيم اخر او قيادي اخر؟ ولا ننسى ان تنظيم داعش في منطقه الصحراء الكبرى يعني في فتره وجيزه يعني اصبح يزاحم بشكل كبير تنظيم القاعده اللي هو حاليا تنظيم نصره الاسلام والمسلمين الذي يتزعمه اياد غالي، وبين قوسين اياد غالي يعيش تحت حمايه الامن العسكري الجزائري ويقطن في قريه تينزواتن توجد في اقصى الجنوب الجزائري مع الحدود مع مالي، ويقوم يعني تحت حمايه الامن العسكري. هذا التنظيم تنظيم داعش في الصحراء الكبرى كبد اولا في 2017 قتل 4 جنود امريكيين من القوات الخاصه في النيجر، في 2019 تقريبا قتل هجم على تكنة النيجر وقتل حوالي 71 جندي من النيجر، قتل كذلك 6 فرنسيين الى غير ذلك، اعمال خطيره جدا، ودخل دخل كذلك في معارك مع التنظيم غاتيا، وهو تنظيم يتبع لقبيله مغاد من الطوارق، وهو موالي لحكومه مالي، ولما يعني استعملتها فرنسا ومالي في حربها مع داعش، دخلت في معارك كبيره جدا في 2018 2019 حتى 2020. يعني ممكن نقول بانه تنظيم داعش واش خسر واحد القيادي معين ام انه ممكن يعوضه بشخص اكثر تطرفا منه؟ قلت هذا المساله دائما هنا تدخل الظروف الموضوعيه، هل هي في مصلحه التنظيم او ليست في مصلحته؟ لا ننسى بانه العديد من زعماء القاعده في منطقه في منطقه الساحل اغتيلوا او يعني قتلوا ولكن يتم تعويضهم، بحال ابو مصعب عبد الودود رئيس تنظيم القاعده
يعني عبد الملك دركال، كذلك يحيى أبوهما يحيى جوادي، كذلك المختار مختار الذي اختفى منذ سنة 2013، وهناك بعض التقارير تتحدث على أنه قتل في جنوب ليبيا. كذلك خليد الشيب أبو صخر من زعماء القاعدة في منطقة قتل في 2013، ويتم تعويضهم عادة، يتم تعويضهم. بالنسبة لداعش، تشكيلة داعش في هذه المنطقة تستند بالأساس يعني فيها يعني فيها العناصر من الفلان، فيها موريتانيين، فيها عناصر من البوليزاريو، فيها يعني عناصر من البرافيش، من المهار، يعني يغلب هذه هي العناصر التي تغلب عليها. بالنسبة للسؤال المطروح هو توقيت الإعلان عن قتل أبي عزال، هناك تساؤل. هو ما ننسى أن هذا الإعلان جاء مباشرة، يعني في مباشرة بعد إعلان مالي نظام يعني عن استعانة، يعني سوف يقومون يعني استعانتهم يعني بتقريبا حوالي 1000 من عناصر فاغنر الروسية، سوف يقومون بمهمة تدريب الجيش المالي. ولا وهنا يحضر أمامنا كذلك ما حدث لفرنسا بجمهورية أفريقيا الوسطى، حيث أزاحتها روسيا من هذه الدولة، وروسيا حاليا في طريقها إلى إزاحة فرنسا من مالي. لذلك في الإعلان عن استقدام مرتز يعني فاغنر الروسية إلى مالي جاء مباشرة بعده الإعلان، يعني تقريبا بيومين أو أكثر، إعلان عن مقتل عدنان أبو الصحراوي. إذا بالنسبة للتوقيت، بالنسبة للتوقيت، وهو لا ننسى أن فرنسا تحاول بعد إعلانها عن نهاية برخان، مهمة برخان تقريبا التي استمرت منذ يعني تقريبا حوالي 7 سنوات، والتي لم تستطع بشكل عام أن تنجز المهمة التي جاءت من أجلها، وهي القضاء على التنظيمات الإرهابية بالمنطقة. بالعكس، التنظيمات الإرهابية ازدادت قوة وازدادت يعني ازدادت خطورة. كذلك إعلانها عن تأسيس مجموعة الدول الخمس، يعني الجيش تابع لم ينجح. إعلانها كذلك عن تأسيس تاكوبا، يعني واحد يعني مجموعة يعني جيش الذي لا يتجاوز حاليا 600 فرد من الدول الأوروبية. يعني جميع مشاريع فرنسا بالمنطقة تقريبا إلى حد ما فشلت. دكتور محمد طير، الخبير والباحث في الأمن والاستراتيجي، كنت معنا في هذا اللقاء في هذه التوضيحات. شكرا جزيلا لك. مشاهدي الكرام، شكرا وإلى اللقاء.